السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا، السلامة للجميع. بداية أسبوع موفقة للجميع. بعد اللايف الإخوان حنا كنتواجدو في مدينة تمارا، غنعطيكم بعض الأمور، بعض المستجدات المتعلقة بمدينة تمارا. فالحمد لله الأشغال ستتواصل اليوم الاثنين، بخصوص عملية الهدم المتعلقة بسوق القصابة في المسيرة جوج، واللي غادي يكون بلاصتو واحد السوق نموذجي متكامل ان شاء الله. هذه وحدة. ثاني حاجة، الاشغال ستستمر جامايكا او بالجزء السفلي ديالها فين كاينين الديور، وكما كيعرف الجميع فوق الكوميسارية سنترال بالضبط، فعندنا تغييرات مهمة في الاحياء ديال النقطة هذه في طلعة ديال الشيخ الضاوي، اذ انه سيتم تأهيل جميع الازقة والشوارع ان شاء الله، اللي غتولي في حلة جديدة. راه ديجا بدات فيها الاشغال وبدات تركيب المصابيح الجديدة، داكشي تبارك الله هائل جدا في انتظار نقط اخرى بمدينة تمارا كالمسيرة جوج. اشغال في مشروع ولاد مطاع واللي كتعلق بمرافق جديده، كنهضروا على ملاعب قرب، كنهضروا على فضاءات خاصه بالالعاب، ممارسه الرياضه، امور لي مهمه صراحه واللي كتبشر بالخير في مدينه تمارا. الاشغال كذلك متواصله امام منصه الشباب عمارات حي النصر والسوق النموذجي ان شاء الله اللي غيفتح الابواب ديالو عما قريب، بالاضافه للسوق الخاص بالسيارات، بالاضافه للسوق النموذجي اللي شفناه داير بتسعود ديال المليون للمحل. فمدينه تمارا شرحت تغييرات مهمه، تغييرات كبيره. اما الاخوان العمليه ديال الجارديناج ولكن ما خدامينش في هذا النخل هذا، كنتمناو من الله هاد النخل هذا ياخذ الحق ديالو، نشوفو لك راه يكون شي تغييرات هنايا. هنا على اليسار ديالي، هنا على اليسار ديالي في الاتجاه ديال الوفاق في اتجاه مجموعة مدارس المنار، فعندنا الأشغال كذلك ديال التوسعة ديال واحد الطريق وإعادة التأهيل ديالها، الطريق اللي فيها مجموعة من الحفار هنا في الوفاق. أكيد الوفاق غيعرف تغييرات مهمة. وحنا في الطريق كذلك كنبغي نهضر على نقطة اللي كيسولو عليها الناس بزاف، وهي القرعة، القرعة ديال القاطيني دور الصفيح بمدينة تمارا والصخيرات. فالقرعة كترجع اليوم الاثنين، كترجع بدرجة أولى في الهرهورة في دوار دراعو، دوار دراعو، دوار ركابيين. اليوم الاثنين القرعة بالهرهورة، وكذلك من المحتمل كذلك انها تكون في تمارا. فنتمناهم الله الخير والتيسير، والله يعوض بأحسن الناس ديال دور الصفيح.
اللي كاين. اكيد القرعه اليوم اللي غادي تكون غتكون على مشروع الرياحين، مشروع الكهرباء، وربما بعض الشقق في البساتين او الياسمين. واللي كان منذكر بيه عاوتاني غزاوي سعد خويا مرحبا. وبالنسبه لواحد النقطه عاوتاني الاخوه اللي كتعلق بالعمليه ديال سحب البون، فالعمليه من تدخل سنه 2024 فغتكون واحد الحمله كبيره على الناس اللي ما سواتش الوضعيه ديالها. فالله يدير اللي فيها الخير لجميع الاسر يا ربي. هادشي اللي كنتمناو، نتمناو من الله انه الناس تلقى باش تخلص، نتمناو من الله ان السلطات المحليه تلقى حلول بديله في نفس الوقت، نتمناو من الله تكون بعض التسهيلات بخصوص فلوس النوطير، بخصوص الدفعه الاولى. خويا سعد بالنسبه للملف ديال الافراد الجيش الودايا، فالملف قطع اشواط متقدمه، وصلت الامور لمجلس الوصايه والامور مشات على اعلى مستوى. المساله مساله وقت فقط، وسيتم الافراج على المستحقات ديال ملف افراد الجيش الودايا ان شاء الله، ونشوفوا الناس خارجين من الكران، نشوفوا الناس تعوض واحد تعوض اللي هو زوين. والله يسخر للجميع، ونتمنى من الله حتى شي واحد ما يضيع. وكنوه بالمجهودات الكبيره اللي قاموا بها نواب القبيله واعيان القبيله بتنسيق مع السلطات المحليه، وراه الخير جاي للقدام ان شاء الله. No.